على أعتاب نهاية العام المالي، مضاعفات جائحة كورونا تجبر الحكومة الانتقالية على تعديل ما تبقى من موازنة العام الحالي. تعديل يأتي في وقت تشهد فيه البلاد ندرة في السلع الأساسية وغلاء يحول المواد الاستهلاكية إلى أمنيات يومية يحملها الناس في سلة تسوقهم. كل يوم بسعر جديد، كل يوم بسوق وبمشي بلقى أسعار جديدة، يعني بتفاوض معاهم. يعني طماطي من امبارح كان ب 150، قليلة ب 280. الناس ما تقدر، يعني النص ما تقدر تشتري من دي كويس. وحاجة صعبة شديد، أي حاجة الأسود ده أقل حاجة إنه ب 40، حاسس إن بيجي ب 80. زيادات كلها زيادات ما منطقية، حتى الوقود زاد. يعني أنت عشان دار تجي تكب لك وقود، حتى بعد زيادتهم ما متوفر. هسه الناس اللي بيقول لك متوفر، يومه كله بتعديه في الطرمبة. يعني هسه أنا يومي كله بعديه في الطرمبة عشان أكب لي بنزين. يعني هسه هذه شايف الصفوف واقفة. تعديل الموازنة له شروطه. رفع الدعم عن الكهرباء ورفع سعر البنزين يأتيان على رأس القائمة. يقول المسؤولون إن الإجراء يستهدف وقف تدهور قيمة العملة الوطنية وتعويض الإيرادات المفقودة بعد أن فاقم الحظر بسبب كورونا المعضلة الاقتصادية. لجأت الحكومة إلى الحل الأسهل وهو جيب المواطن السوداني. الحكومة عليها أن تتجه إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية بدلا عن البحث عن الخدمات السهلة أو الحلول السهلة التي لن تجي نفعا. وما يظهر جليا الآن أن 80% من الشعب السوداني الآن فقير. تسعى الحكومة لتطبيق حزمة إجراءات التعديل قبل أكتوبر القادم، ما يعزز المخاوف بحسب مراقبين من انعكاسات الخطوة على حياة الأسر السودانية. الحكومة لجأت لتشكيل محفظة توفر الاحتياجات الأساسية للبلاد قبل مضيها في سلسلة إجراءات إصلاح الاقتصاد ضمن برنامج يرى البعض أنه يتجاهل المواطن ويصغي لنصائح المؤسسات المالية الدولية. شيبة الحمد عبد الرحمن، تلفزيون العربي، الخرطوم.